جامعة القاهرة أولى فعاليات الملتقى العربي الأول للتدريب الإعلامي الذي تنظمه شركة أون إير ستوديوز برعاية قناة أون لايف. يشارك في الملتقى ما يقرب من 20 كلية وقسما للإعلام بمصر، إضافة إلى مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية المستشار دكتور فوزي الغويل، وعدد من رؤساء القنوات والشبكات التلفزيونية من بينهم المهندس حسام صالح المدير التنفيذي لإعلام المصريين.